ده كان بيزرع فينا القيم أكيد والأخلاق والمبادئ يعني. أكيد، ما إحنا لحد حتى الآن يعني. وبعدين يا دكتور هو مجال الفن أنا مش عايزة أسألكم بعيد. بس على الحفلة دي، إحنا معانا حفلة دلوقتي في الفيديو، فأنا عايزة أعرف الحفلة دي كانت بتتكلم عن إيه، أو اللي بيقدمها داخل الفرقة، الحفلة دي نموذج عن الفرقة دي ذوي هم. الدمج، الطفلة اللي واقفة في النص اسمها هند، توحد، حالة توحد، ده طبعا بعد ما يعني فضل ربنا عليها ومجهود والدتها والرعاية المقدمة ليها بصراحة ووعي الأسرة بالموضوع. هي اللي بتغني، صوتها ملائكي طبعا، ما شاء الله. بجانب زملائها الأصحاء. هو ده ده الدمج اللي احنا نموذج عن بنقول عليه. بالظبط، هو ده الدمج اللي احنا هي بنقول عليه. واقفة أصلا محدش من الجمهور كان مفرق لحد ما قائد الفرقة اتكلم بأمانة، موهوبة جدا، منتهى الدقة، ما شاء الله. التدريب والتأهيل لأي شخص وهي حاصلة على بيفرق. لقب كمان قاهرة التوحد، يعني هي أصلا مشهورة بالشاعرة قاهرة التوحد. أنا عايزة أقولك إن يعني سواء التوحديين أو الداون أو أي متلازمة من المتلازمات دي، بمجرد إنك تبذلي معاها مجهود بتلاقيهم قد المسؤولية، يعني جدا يمكن أكتر من الأصحاء كمان، بيبقوا كتير فعلا قد المسؤولية كتير. وبيبقى يعني عندهم هدف بيحطوه قدامهم كده وعايزين يوصلوا يعني له. انا دايما بحب اقول ان هم ذوي يعني ذوي الهمم العاليه، يعني فعلا ذوي القدرات الفائقه. يعني ما فيش مجال فعليا بيتقنوا فيه غير ما بيوصلوا فيه لاعلى المراتب وذهبيه، يعني سواء رياضي فني. لا لا، ممتازين جدا. احنا منتظرين في رمضان ان شاء الله عمل، مش عارفة سمعتوا عنه او لا، مسلسل 404 طبعا طبعا لمتلازمة الداون. اكيد المسلسل كله من اول المؤلف والمخرج، الولاد كلهم ذوي همم. الباشمهندس محمد صاحب اصلا الفكره والمخرج بتاعهم، هو صديق شخصي لينا وكان معانا اصلا في اول دوره، الدوره الاولى، وطلع اتكلم عن المسلسل اللي هيعملوه، في كل الدعم مننا طبعا. طبعا احنا طبعا كلنا ايد يعني واحده، انا مستنيه رمضان يجي بفارغ الصبر عشان اتفرج عليه واشوفه. كلنا مستنيين العمل كلنا، وان شاء الله هم يبقوا معانا هنا باذن الله في البرنامج أكيد ان شاء الله. اكيد وكلنا يعني الحلو في المجال ان احنا كلنا كسواء مهرجانات، مبادرات، عمل اجتماعي، كشباب صاعد، احنا كلنا بندعم بعض طبعا. يعني باشمهندس محمد جنة احنا في اول ايفنت لينا دعم واتكلم عن المبادره بتاعته، وتاني مره احنا متدخلين معاه برضو، بس مش كل الناس لازم تبقى ظاهره، يعني في يعني عادي تقدري تساعدي باي حاجه ساعدي بيها سواء انت موجوده او لا. اكيد. وكل الدعم ومن قلبنا ليه ولفكرته الانسانيه وتميزها بصراحه. هي اكيد فكره عظيمه واحنا كلنا بندعمها وكلنا مستنيينها، عايزين نشوف كلنا بقى الابطال. فكرة متميزة. انا متوقعه كل النجاح باذن الله، يعني انا عارفه ان هم لما بيحطوا في دماغهم حاجه فعلا هم بيعملوها. اكيد. وياما جبتهم في البرنامج هنا بيبقوا فايزين ببطولات عالميه، يعني جدا نادرا لما تلاقي حد من الاصحاء يعني فاز بيها، فهم ما شاء الله عليهم لما بيحطوا حاجه يعني في دماغهم بيعملوها. نموذج بمناسبه ان كتير من الاصحاء، يعني عندنا كام حد واخد جائزه نوبل في الادب؟ دكتور طه حسين فاقد نعمة البصر. يعني فعلا فعلا هم قد المسؤولية أكتر طبعًا من كده بكتير. طبعًا. كان عندنا من النماذج الفنية برضو فريق من طنطا، هم ذوي بصيرة عالية جدا، فاقدي لنعمة البصر ولكنهم ذوي بصيرة عالية جدا، كانوا بيقدموا فقرة كوميديا وتقليد فنانين، كل اللي كان موجود ما كانش عايز الفقره ده تخلص. كان معاكم في المهرجان يعني؟ كان معانا في المؤتمر غير الفقره المطرب، اللي فاتت المطرب وعازف الأورج كلهم فاقدي كلهم نعمه أصلاً البصر. فاقدين نعمه البصر. يعني انتوا كمان كنتوا حريصين ان اللي يقدموا الفقرات في المهرجان هم بنفسهم. هم بس هو بنسبه كبيره. لكن احنا برضو في فرق برضو اللي كانت مشاركه معانا، كان يعني مثلا في فريق اللي هو النادي. ما تمام، ما انتوا كده بقى بتعملوا دمج. الدمج فريق النادي يعني النوبي جه متطوع تماما ان هو يفرح بقى اخواته وشركائه في المجتمع. يعني عندنا ناس حلوه اهي بتساعد وبتدعم كتير جدا، فرحانين اكتر مننا. يعني كميه الاقبال على الفكره والتفاعل والانسانيه والوعي بيعلى وبيزيد، وكل ما احنا بنساهم في ده، اي حد عنده وعي او مثقف بيساهم او بيلقي الضوء وبيفرد المساحه ليهم، كل ما الوعي بيزيد وكل ما الناس بتقبل جدا على الموضوع، واحنا شعب طيب بطبيعته، يعني فعليا في تفاعل كتير جدا جدا جدا. ويعني بامانه ما فيش حد مش متفاعل، جامعات، مراكز، اساتذه،
أسر عادية جدا، فرق زي ما بنقول لحضرتك، لا كل الناس متفاعلة ما شاء الله، يعني حاجة طب مشرفة. بالنسبة بقى للفنان عمرو أسامة، مش ناوي إن شاء الله تعمل معاهم حاجة بقى قريب؟ هو أنا بالفعل كنت أنا هشارك أصلا في الفيلم بتاع رواية أربعة، تمام، بس هو حصل إن إحنا طبعا كنا بنرتب للحدث وهم كانوا مشاركين معانا، بس كانوا في الفترة دي